ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، سنه جديده سعيده عليكم كلكم باذن الرحمن. خلونا نتكلم على موضوع النهارده، لان في فعليا ابراج هيكون عليها النظر بشكل كتير صعب خلال عام 2023. ليه؟ لان في من الابراج دي محظوظين جدا جدا، وفي عندنا هيكون كتير ابراج عندها استشعار، يعني اللي هو بياخدوا الطاقه السلبيه. طبيعه الامر عندهم هيكونوا بيستشفوا الطاقه السلبيه زي برج العذراء. بس خلينا نتكلم النهارده على اكتر الابراج المنظوره والمحسوده من الاخرين. وعلى فكره الموضوع ده ما بيجيش الا من الناس القريبين دايما، عشان كده دايما لازم نكون على حذر تام. مين بيدخل بيتنا؟ ان نتعامل مع مين؟ مين بيتعامل معانا؟ مين حاجتنا قدام ايده او قدام عينيه طول الوقت؟ طيب خلينا ندخل في الموضوع ونقول على اول الابراج هو، واوضح لكم طبعا كل برج ليه، يعني برج الحمل. برج الحمل نظرا ان عندنا سنة هتكون مختلفة تماما لانها بكامل الايجابية لبرج الحمل، فيكون عندك سنة فيها العديد من التغيرات، عندها كتير او عندكم كتير من البدايات، فيكون عندك اشخاص مش عايزين لك البدايات دي، كارهين ان انت تكون افضل، تكون احسن، تكون انجح، تكون اشطر. فبالتالي هيكون في اشخاص بتعارض برج الحمل، بتبقى الاشخاص اللي عايزة تعارضك وتوقعك وتخليك انك تفشل، فبيدولك كتير من الطاقة السلبية اللي ليها علاقة بنظرة العين، النظرة السلبية. النقطة التانية ان في اشخاص بالفعل هيكونوا بيسعوا الى سحر، يعني لازم اكون واخد بالي على اي مقتنيات خاصة بي عشان ما يتعملش عليها سحر. مش اي حاجة اديها لحد، حاجتي بتاعت الشخصية، عارفين انا كذا مرة اقولها لكم، المنديل الخاص بيكم، منديل عملتوا فيه حتى كده، فاهمين؟ مرموش، حطوه في شنطتكم لحد ما تروحوا وبعدين تبقوا ترموه. لكن غير كده لا، يا برج الحمل خلي بالكم كتير، في اشخاص هتستلقط لكم عشان توقعكم في حاجه زي دي، وبعدين تلاقي ان الدنيا او السنه بالنسبه لك مقفله، مش مفتوحه وايجابيه، ومش زي ما الفلك بيقول. ليه؟ لا خلي بالك، عشان انت كمان منظور جدا وفي سحر معرضين ليه. خلي بالكم كتير. وعلى فكره الحسد بشاير بتاعته باينه قوي قوي في الفتره الاخيره من 22، يعني لازم تاخدوا بالكم. اما البرج الثاني هو برج العذراء. برج العذراء هتاخدوا بالكم كويس جدا جدا، خاصه بالنسبه لك لان عندك عداءات، خاصه من الاعداء بتوعك، يعني الموضوع واضح قدامك، واضح مين اللي ممكن يعاديك، او ممكن مين يأذيك، او ممكن مين يسحرك، واضح الامر. فخلي بالكم كتير من الاشخاص اللي هم على عداوة، ما ادوهمش الفرصة ان هم يعرفوا اخبار عني. حاول تكونوا محصنين نفسكم. على فكرة برج العذراء عندك حاجة اللي هو يعني حاجتين مهمين جدا، اللي هو ان اول شيء ان انتوا روحانيا عالية جدا الموضوع ده عندكم، يعني الامر الخاص بالروحانية عالي جدا عندكم، فحلو قوي ان انتوا تحصنوا نفسكم. اذا قدرتوا تحصنوا نفسكم بالقدر الكافي، انتوا تقدروا ان انتوا تشيلوا سحر معمول ليكم. لكن اذا انتوا مش محصنين نفسكم وسايبين التفاخر ياخد منكم اكتر واكتر، فانتوا بتدوا فرصة ليه ان يتملكك الطاقة السلبية، يتملكك الطاقة السلبية. فلازم تاخد بالك جدا الموضوع ان انت تبقى روحانياتك عالية، ده يا اما بيبقى ايجابي او سلبي على حسب خطواتك انت، على حسب مشيك انت، على حسب ارادتك انت. فخلي بالكم كتير يا برج العذراء، اذا كانت ارادتك انت قدرت بارادتك انك تحصن نفسك، انت قدرت انك تحمي نفسك. انما انت سايب نفسك للموضوع، فانت بتأذي نفسك اذى قوي جدا. خلي بالكم كتير. وبالفعل برج العذراء انتوا عندكم اذى اصلا، يعني برج العذراء في مواضيع بالنسبه لكم بتدخلوا فيها ما بتكملش نظرا للامر ده، ومفيش اللي اقرب الناس اللي ليكم هم اللي كده يعني، فخلي بالكم كتير. اما بعد كده برج الاسد. برج الاسد بالنسبه لكم بدايه السنه، من بدايه السنه في اشخاص كتيره حاسدين، كارهين الخير، في عندكم كتير طاقه سحر، طاقه سلبيه معرضين ليها. ده من ايه؟ ده من كثره الكلام. الطاقه السلبيه بتيجي من كتر الكلام، عارف لما تحكي عن نفسك كتير، او ان فلان يقعد يحكي عنك كتير،
كتر ما بيجيب اسمك فلان وعلان وفلان وعلان، ده بيجيب لك طاقة سلبية لحد عندك. النقطة التانية ان كمان عندك اشخاص بالفعل ممكن يسحروك، او ان يبقى في حسد كأشبه بالسحر، فلازم تكونوا حذرين جدا، لان عندكم بدايات، عندكم انتقالات، وده هيكون اشخاص مش حابينه، مش حابين ان يبقى عندكم بداية وانتقالة والجو ده. فبالعكس ممكن يبقى عندك انحدار ووقوع بسبب طاقة سلبية او حسد او سحر تعرض ليه. فعشان كده ما بلاش ان احنا نحكي ايجابياتنا لحد، ما بلاش كمان ان احنا نتعرض لاي شخص ما بأذى، عشان هو كمان ما يتشحنش عداوة ضدنا ويحاول يأذينا هو كمان. فلازم تاخدوا بالكم كويس جدا جدا، اللي هو اللي اسمها المثل اللي يقولك من سلم غنم او من سلم غنم يعني. فخلي بالكم كتير، عايزين ان احنا نكون مركزين في نفسنا بس، ما نركزش في اي حد تاني. برج الدلو، برج الدلو مكملة المسيرة بتاعتك للسنة دي، ان انت عندك سنة مكمل فيها كتير من الحسد وبتتأثر بالحسد بسرعة. طبعا كل الابراج اللي اتكلمت عنها دلوقتي، اللي هو برج الحمل، برج العذراء، برج العذراء، برج الدلو، الابراج دي هيكون عندهم كتير من التأثير اللي هو السريع. عارف فكرة اللي هو لما حد يقول لك ايه، اه التيشيرت ده حلو جدا، يتقطع في ثانية في لحظتها. ايه ده انت غيرت العربية، تتخبط، عارفين اللي هو ايه، ايه ده انت طلعت بالتالت، قامت العمارة واقع. عارفين الاعلان ده، انا بحب الاعلان ده جدا والله، بقعد اضحك عليه كتير عشان في ناس كتير اعرفهم شبه الراجل ده. المهم يعني، فبرج الدلو عندك النقطة دي، العين عليك اللي هو بشكل سريع، فلازم تاخدوا بالكم بقى اللي هو لما تيجي تبقى في حاجة ايجابية، بص ما تتحركش ان انت يعني تقول اي ذكر من اذكار في وش الشخص ده، ما تتحركش. يعني تتحرج انك انت تحرج اللي قدامك ولا انك تتصاب، فخلي بالكم كتير. النقطة التانية، ما بلاش انك تعلن عن بداية شيء لما الشيء ده يتم. ده بالنسبة لبرج الدلو جدا، لان اكتر ما يصيبك هو حسد، وبتبقى اصاباته كلها فورية، اصابات كلها فورية بجد يعني، اللي هو ما بتتأخرش. فخلي بالك، خلي بالك جدا. بعد كده برج الميزان، برج الميزان لان هيكون بالنسبه لك عندك كتير من الامور المعاديه، مش معاديه يعني، امور معاكسه، والامور المعاكسه دي بتكون كلها ناتجه عن امر ما، ان بتعلن خبر، بتعلن شيء معين يعني، بتبقى في حاجه وتعلنها، موضوع وتعلنه. فخلي بالك كتير، ما تعلنش عن خطواتك، ما تعلنش عن ايجابيات، ما تعلنش عن نقاط بتاع خاصه بيك، لان ده هيخلي ان في اشخاص يتعقبوها لك بقى يعني، يوقفوها لك. فخلي بالك كتير من ده. النقطة التانية ان برج الميزان انت من اواخر 22، وانت عندك دايما كده احساس ان في حاجة حواليك، ان في حاجة مش صح، ان في حاجة غريبة، ان في اذى، ان في حاجة عايزة تأذيك، احلامك مش قد كده. حاولوا كتير تحصنوا نفسكم، حاولوا كتير تاخدوا بالكم كتير من نفسكم، حاولوا كتير، ما بلاش ان انتوا تقفوا قدام مراية كتير، ما بلاش ان انتوا تكونوا بأماكن مظلمة، حاولوا كتير تاخدوا بالكم من نفسكم يا برج الميزان، عشان الأذى جاي لك عن طريق سحر وحسد، وكمان انت ممكن تجيب أذى لنفسك. فخلي بالك جدا، حصنوا نفسكم، اقروا كتير اذكار طول ما انتوا مثلا، قبل ما تنزلوا، قبل ما تروحوا، قبل ما تيجوا، اقروا كتير بسورة البقرة واصبوا عليها، ده بالنسبة لكم اكتر تحسين ممكن تعملوه. ده بالنسبة لبرج الميزان. برج العقرب، برج العقرب انت عندك يعني في اشخاص، يا حول الله، هم مش عارف يعني، في اشخاص غريبة جدا. خلي بالكم كتير من الناس اللي حواليكم، لان انتوا بالنسبة لكم عندكم اشخاص بالفعل يعرفوا عنك ان في بداية يوقفوها لك. برج العقرب اذا انتوا في عندكم حاجة ليها علاقة بشيء قديم، يعني عارف فكرة عمل قديم، سحر قديم، حسد قديم مؤثر، ففي حاجة قديمة مستمرة، في سحر قديم مستمرة، ففي شيء قديم مخليك ان انت ربطك كده، في موضوع ربطك، كل ما تيجي تاخد خطوة تلاقي ان الدنيا بتتشد معاك لورا، كأن في حاجة بترجعك تاني. فبرج العقرب عندك حاجة متعلقة بالشأن ده جدا، زائد ان في اشخاص حاسدين كتير، فاذا خلي بالكم جدا من سحر سابق او بقاله فترة انتوا لسه ما حلتهوش. اقروا كتير سورة الدخان، واقروا كتير سورة البقرة، يعني محتاجين ان انا مش عايزه اقول لكم تعملوا ايه، انا عن نفسي بعمل حاجات كتيره والله، وبتصاب والله حاجه يعني، فاهمين؟ فلا بس مهما كان الواحد اهو يحذر، ياخد باله،
تمام. فبرج العقرب خلي بالك، وتخلي بالك اكتر لان السنه دي بالنسبه لك خاصه النص الثاني من العام هيكون في اشخاص كتيره بيحاولوا ان هم يضايقوكم، واللي مش هيعرف انه يضايقك هيقعد يتكلم عليك كتير بطاقه غل وغضب تاتي لك بطاقه سلبيه، لان الكلام عليك بشكل سلبي بيجيب لك طاقه سلبيه. ده بالنسبه لبرج العقرب. اما برج الجدية، برج الجدية عشان عندنا بدايات كتيرة بادئين بيها السنة زي خطوبة، زواج، مواليد، حاجة جديدة بدأت بيها، انتقالة بحياتك جيدة يعني. بس في اشخاص هيكونوا على قد ما هم بيبتسموا لك ولا احنا مبسوطين بيك جدا، احنا فخورين بيك جدا، وهم اصلا متغاظين منك جدا. خلي بالكم كتير من طاقة الغل والحقد في أنفس الآخرين، إنها أولا تأتي لكم بطاقة سلبية، وكمان في نفس الوقت إنه أنتم ممكن تكونوا معرضين لسحر، خاصة لو أنتم قاعدين بمكان محيطكم في ناس بتيجي وتروح عليكم كل شوية، يعني أنتم مكانكم سهل إن يجي ليكم أذى لحد عندكم. ده بالنسبة لي برج الجدية، وده بالنسبة لي الأبراج المحسودة والمنظورة والأبراج اللي تعاني من طاقة سلبية. وضحت لبعض النقاط كده ايه السبب وايه اللي هيكون موجود عند كل برج. بتمنى كتير اني اكون فدتكم، وبتمنى ان انتوا تكونوا واخدين بالكم جدا. السبع أبراج اللي اتكلمت عنهم لازم 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 حرفيا يكونوا محصنين نفسهم في السنة دي، اللي هيحصن نفسه فعلا هيكون يعني سلم من امور كتيره مش كويسه، واللي سابها كده هيبقى عنده وقوع في كتير من الامور ومش هيحس بايجابيات عديده، لان الموضوع ده يعتبر وقفه لاي شيء صار. بشكركم جدا، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.